دخلك انت؟ واش دخلك هضر معاك انت؟ ما هضرش معاك؟ انا هضر معاك واش شك فهمك لاك اسم خاصة واننا نحضر للدخول الجامعي فيه بعض المشاريع اللي عرفت تقدم لا بأس به سوف يتم استلامها منها قاعتين للرياضة فيه مركز للترفيه فيه إدارة الجامعة فيه عمل تنسيقي لازم نقوم بها على مستوى مديرية التجهيزات العمومية من أجل تحسين يعني الخدمات من أجل إعطاء نظرة جديدة إلى إقامتنا وإلى كل المؤسسات اللي تابعة لقطاع التعليم العالي المديرية ما فيهش يعني عمل جدي فيما يخص هذا الجانب اللي هو هام وهام جدا وشفنا يعني الهياكل المتواجدة مكتملة ولكن نوعية حتى في نوعية الأشغال يعني تحتاج إلى تحسن.